call me a god. إذا كنت تريد تشتري أي أسلحة أو فضة أو أي حاجة تخص لعبة سكال أند بونز أو أي لعبة ثانية مثل ألعاب فيفا، ادخل على الرابط الموجود في الوصف ولا تنسى أنك تحط كود نوب. مرحبا وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. اليوم في هذا الفيديو راح نسوي ريفيو للسفينة اللي طورناها بالأمس، اللي هي كانت سفينة البارك. طبعا شكرا على الكومنتس اللي أشار لي بأن نريد أن نشوف شغل السفينة في الواقع. لار الغربي هو مخزن أخشاب. وين بيكون الكتلامة؟ الحين بدينا نسيطر هنا، فإذا كان موجود لابست بنخلص تحدي لابست، وإذا كان ما موجود لابست ف اشوف واحد من التحديات اللي يعني يكون مستوى صعوبتها. طيب يمكن بسوي هذا اللي الحين متفعل، كأنه بخلص فلوسي. خلصن فلوسي، بس عندي كميات كبيرة ثانية اقدر اني في لحظات اجيبها. بعد استوى 40,000 عندنا، نقدر نطور نسوي هذا. اوكي، يبدو اني ببدأ هذا التحدي وحدي سولو، بيكون شوية مستوى الصعوبة مقبول. أيوه بيكون هذا هو التحدي اللي بنقيم فيه سفينتنا هذه. مثل ما قلت غيرت حاجة واحدة بس. خلنا نشوف إدارة السفينة ونشوف الأثاث. الأسلحة نفس ما ذكرنا من قبل، مرقام الرافعتين داردانيل يمين يسار، في الخلف تشيرلوك، وفي الوسط ليوبولد 3. السفينة اللي هي البارك. الدرع نستخدم الأمير الأسود، إلا في حالة إن كنا رايحين نهاجم لابست ناخذ النحيب، وقاية النحيب. وبالنسبة للأثاث قلنا هنا اللي هي محطة المراقبة، من ثم براميل البارود الأمامية، مصنع المرقام لأن نستخدم المرقام في الأمام، هذا المرقام القوي أقوى دامج تقريبا فردي للأسلحة. مخططات لابوينتس سويناها عشان لما نهاجم لابست، وهنا زيادة مضاعف الضرر الأولي من المنجنيق لأن نستخدم داردانيل يمين ويسار، ونسوي إبحار مباشرة. نروح نقترب من هذا التحدي ونشوف، ما أتوقع أنه بيطول علينا. من تجربتي تقريبا شوية تصويب صعب. صح أنه يوصل لمدى بعيد المرقام، لكن تصويب صعب، بس دائما يعطيك دمج عالي. حتى تقييم الليوبولد نفس الشيء، دائما يعطيك دمج عالي بالنسبة لهذه السفينة يعني. وبالنسبة للهيلينج تقدر تستفيد منها تقريبا بينقص عدد، يعني يمكن مرتين او ثلاث مرات ينقص عدد الهيلينج اللي تستخدمه. يعني اذا مبونك تستخدم ثلاث مرات هيلينج، انت بتستخدم مره واحده فقط في المواجهات الحاليه. لان لما وصلنا للجزر الهنديه صراحه اكتشفت انه هنا مستوى صعوبه مختلف صراحه. هذه الثنتين مستوى صعوبه مختلف. نشوف الاداء كيف بيكون مع هذه، مع السفينه السرقة الاسطوريه. حاليا انا الشخص الوحيد اللي مشترك فيها، بنشوف اذا قدرنا ان نخلصها على السريع او انهم يهزموني. لاني اخر مرة هجمت بالبادو كانج ولا البريغنتين، صراحة ما كنت مقدم اداء زين، بس ان شاء الله نشوف اليوم. نشوف على هذه السفينة وعندنا دقيقتين، اتوقع اني بسوي سكيب للوقت اللي ننتظر فيه السفينة. اذا نبدا الحين عمليه نهب السرقه الاسطوريه. وسان جون السفينه اللي بنواجهها اليوم، وعسى انها تكون حقيقي سرقه اسطوريه. كانهم خارج النطاق ولا ايش؟ ايش انا وش اللي يصير؟
وش اللي صار؟ اوكي وش اللي صار هنا؟ الصراحة الحين بادئين وسولو و... لا 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 شكلها حلوة، مع اني اريد اقرب. جميلة 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 جميلة. حتى اتوقع هل سويت هنا ولا في السفينة الثانية اللي سويت لها هجوم الطاقم. يعني اقتنعته بالبلد مباشرة، ما يحتاج ان نتكلم كثير عنه صراحة. بلد عجيب 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 جدا. يعني احنا نتكلم عن الحين بداية الحرب والمعركة. احاول بس اني اشوف هذه السفينة، انا حتى ما اقدر اشوفها لكن مدمرينها دامج صراحة. اللي قال ستاخذه اللي قال ستاخذ الدامج عالي. الحين شوية هربت عنا بس شوف الدامج اللي اقدر في كل ضربة اعطيهم. صعود مباشرة. اذا صراحة اوه عطوني هذا الـ400 صراحة. يعني عندنا عملية توصيل بس لحد الحين اتوقع انكم اقتنعتوا انه بلد عجيب 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 صراحة. اخر مره قربت هنا بالبادو كانج ولا اني بالبريجنتين، وهذا سفينتين تعتبر من السفن اللي سفن نهايه اللعبه، يعني ما انها سفن بدائيه. وصراحه دمروني، يعني دمروني وما قدرت حتى اهرب، بس الحين انا قادر اني اهرب واقدر حتى اني ارد عليهم. قادر اني اهرب ونفس الحاله يعني بوصل عندي 12 دقيقة. سرعة السفينة اصلا واحدة من الحاجات اللي نتكلم عنها، سرعة السفينة سرعة طيبة 15 مع المايك توصل 17 السرعة. فهذا هو تقييم السفينة او هذا هي قوة السفينة. بعد ما ضفت حاجة واحدة بس، انا غيرت خانة واحدة اللي هي المنجنيق اللي تزيدك 10% نطاق المنجنيق، غيرتها وسويت لافوينتس اللي تخليك تشوف نقاط الضعف في لابيست. واتوقع انها تضيف لك حاجه هنا، اتوقع انها تضيف لك حاجه هنا. وينها هذه؟ زياده ضرر نقاط الضعف لدى السفن المعادية اوكي ب 10%. فهذا الشيء اللي تغير عن البلد اللي سويناه في فيديو خاص كان. اذا اعجبكم المقطع اكتبوا لي في التعليقات. اذا تريدوا تشوفوا فيديوهات اكثر مثل هذا الفيديوهات اللي هي نقرب فيها الاسلحه اللي
حطيناها في السفينة. أنا كنت دائما أحاول إنه يكون مثل ما تشوفوا طاقة السفينة الهيلث مالها رجع للماكس. وفي عندنا لابيست، في عندنا لابيست، شوف إذا يمديني الوقت إني بسوي السان بوك وأهجم عليها بالبلد اللي سويته للسان بوك أو اللي تكلمت عنه في سفينة السان بوك. أتوقع ما يمدينا، لذلك بهجم بهذه السفينة لهذه كأنه اختفى، كأني تأخرت شوية عليه. لابست anyway هنا تكون نهاية المقطع. أتمنى أنكم تضغطوا على زر السبسكرايب واللايك وتنشروا الفيديو مع أصحابكم، ونشوفكم في فيديو آخر. الحمد لله وصلنا لل 500 أتوقع، لأنه حاليا وقت البث مباشرة ووقت تسجيل الفيديو 499، فأتوقع أن وصلنا لل 500. شكرا لكم وكل المتابعين وكل الدعم اللي حصلته منكم، والهدف القادم إن شاء الله 750، وقريبا إن شاء الله بنزل، أكيد أنا بنزل قبل العيد giveaway. شكرا لكم ونشوفكم في فيديو آخر.